إذن الشكر للزميل رضا جودي. نواصل رصد أجواء محلية 2017. لم يتمكن العديد من الناخبين بمركز سيدي حماد ببلدية مفتاح بولاية البليدة من الإدلاء بأصواتهم نتيجة عدم العثور على أسمائهم في القوائم الانتخابية، وذلك رغم إدلائهم بأصواتهم في التشريعيات الماضية. هذا وتمكن تلفزيون النهار من رصد هذه الفضيحة ونقلت شكاوي الناخبين، حيث لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية وبلغ عددهم 200 ناخب. المزيد في ميكروفون عمرو دراج. ما لقيتش اسمي، ما لقيتش الاسم نتاع فرشك. تاوها اسمع، هذه من فضلك، هذه لا ليست، هذه لا ليست تاع الجماعه اللي سجلت. اكثر من 200 واحد ما لقاوش الاصوات تاعهم، هاي اللي مسجله بالاسم واللقب ورقم، مع انهم انتخبوا في نفس المراكز ونفس المكاتب في الانتخابات البرلمانيه. انتخبنا المرة اللي فاتت، خليك الاخ الكاشي تاع الخطرة اللي فاتت، هاي الكاشي، هاي الكاشي قدام، كاين كاشي المرة اللي فاتت. جموع المواطنين التي امامكم تحتج لانها لم تجد اسماءها ضمن القوائم الانتخابية في المركز 14 بسيدي حماد بلدية مفتاح، مع العلم ان كل المواطنين قاموا بعملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية، لكن اليوم في الانتخابات المحلية، في الانتخابات البلدية، عندما توجه المواطنون صباحا إلى نفس المراكز لم يجدوا أسماءهم، مع العلم أنهم يحملوا بطاقات الانتخاب. أنا أصبحون هنا رجعوا ناس بزاف، أسمع كي رجال كنسا رموا هكا وحتى طبعوا طبعوهم ناس كبار، طبعوهم حتى خرجوهم من البيبان. أروح النور الله أعلم، على باليش. كيفاش ما عندكمش حل؟ مشكلة ما عنديش حل أنا. قامت وزيرة التربية الوطنية بالإدلاء بصوتها بمدرسة بالبشير محمد ببرجير بولاية وهران، حيث وزير